عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بواحد الفيديو على كرة القدم، كيف نحسن من المستوى التقني للاعب. هناك مجموعة من التمارين التي سنقوم بها الآن لتحسين مستوى اللاعب تقنيا. شاهدوا معي الفيديو حتى الآخر، والمرجو منكم الاشتراك في قناتي مع دعمي باللايك وكومنتير. نقوم بهذه الحركات 50 مرة بلاكورد اسوتي، ومن بعد ذلك نبدل حركات أخرى. بعد الانتهاء راحت 10 ثواني ونتمم. جو. وبعد نقوم بهذه 4 مرات بكل تمرين، وبعد ذلك نذهب إلى العمل على تحسين المستوى التقني للاعب. الآن نبدأ التمارين لتطوير تقنية المراوغة. جو. سنقوم بهذا التمرين 5 مرات، وبعد ذلك نغير. بين كل تمرين وتمرين أتوقف 30 ثانية للاستراحة. ستوب. جو. الآن نغير الرجل اليمنى، هو كذلك 5 مرات، وبعد ذلك نستريح 30 ثانية. المرجو كل من يشاهد الفيديو يشترك في قناتي مع وضع لايك أو تعليق. كما قلت نقوم بهذا التمرين 5 مرات لكل رجل. بعدما انتهينا يأخذ الأطفال 30 ثانية من الرجل. بالتمرير التالي دوبل كونتاكت. جو. سونتو شيليكول. بعد الانتهاء نتوقف 30 ثانية للاستراحة.
دائما نكرر التمرين 5 مرات. كل من يشاهد الفيديو اطلب منه ان ينخرط في ان يشترك في قناتي مع وضع تعليق او لايك، وشكرا. التمرين، نقوم بهذا التمرين 3 مرات. تمرين آخر، كما قلت كل تمرين نقوم به الآن 3 مرات ونستريح 30 ثانية. هذا التمرين كذلك 3 مرات، وبعد ذلك نستريح 30 ثانية. الآن نعد التمرين بالرجل اليمنى. هذا التمرير نقوم به لتحسين رؤية اللاعب للملعب. على اللاعب قبل أن يتخذ قرار اتجاه أين سيتجه عليه أن ينظر إلى الخلف لرؤية أين سيوجه زميله. في البداية يكون التمرين صعب، لكن مع الاستمرارية في تكرار التمرير إلا وأصبح سهلا في الأخير. نكرر التمرير عدة مرات حتى يستوعب اللاعب التمرين. وبعد ذلك نستريح ونغير التمرين. الآن نقوم بهذا التمرير، سنغير الكرة بحركة تقنية مع القدف. نقوم به 5 مرات في بكل حركة 5 مرات، وبعد ذلك نستريح.
كما قلت هذا التمرين نقوم به 5 مرات وبعد ذلك نغير مع استراحة بين كل تمرين وتمرين 30 ثانية. أرجو الإعجاب والاشتراك في قناتي وشكرا. الآن تمرين آخر. Faut le geste technique vite et frapper vite. الآن تمرين آخر بالرجل اليمنى. الآن سمحت لهم بالتنويع في التقنيات لتغيير الاتجاهات. الآن نغير القطف بالرجل اليمنى. الجو بارد جدا مع نزول بداية نزول الثلوج. نقوم بالتمرين 5 مرات مع استراحة كل 30 ثانية بين كل تمرين. في البداية لا أطلب السرعة من اللاعبين حتى يتقنوا التمرين. الآن نغير الرجل اليمنى، القذف بالرجل اليمنى كما قلت 5 مرات وبعد ذلك نستريح ونغير التمرين. الجو بارد جدا مع نزول قليل من الأمطار، قليل من الثلوج عفواً.